السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايبالكم النهاردة حلقة جديدة عن مسلسل فضيلة خانو وبناتها، الحلقة 35 بتاعت بكرة ان شاء الله. انا سبقت وجبتها لكم، يلا بينا نشوف حصل فيها ايه. أنا أخوك الكبير وبكل صدق عم أوعدك إنه رزان رح تكون معك. فيقو صحصح، أنا عم بستناك بالشركة. طيب مثل ما بدك أخي. منيح إنه حاسس بشوية خجل، لهيك ما فيك تضل معي دقيقة واحدة، ما هيك؟ أنا ما عندي أي شيء أخجل منه. يا زنبيك، حضرتك متأكد؟ متأكد. يا ربي، وبعدين مع هالقصة؟ لك أنا مع مين عم بحكي؟ شو عم تسمعي؟ هاتي لشوف. أي دقيقة شو عم تسمعي؟ شغلات صارت قديمة. لك أنت شو عم بتساوي؟ هات التليفون لهون، هات. إذا بتقدري تعالي خدي مني، يلا هاتو. هالدواء عندي منه، كل يوم حطي بأكل زوجك بلا ما يعرف بالموضوع، ويوم عن يوم رح تحسي إنه صار أحسن. هات. بنتي هي اللي خططت لكل شيء ولعبت علي، أنا متأكدة، صدقيني هي اللي عملت هالملعوب، بس مو قادرانة أثبت هالشي. أنت ليش هون رزان؟ أنت يلي جبتني لهون. لك أنت ما بتستاهل إنه عصب بنوب. دقيقة شبهك، تعي اطلعي عكتافي. يلا كيف؟ إذا ما بدك أنا بطلع عكتافك. ها يلا رزان، يلا رح أطلع بس مشان أدعس عليك. يلا يلا. ليكي بدي، هاي المخلوقة كتير خطيرة. بعدي أنا خطيرة كتير، ليش ما بدك تفهمي اللي عم قوله؟ زيل. شو هاد وزن الريشة؟ لحظة، رح تكسري لي كل عظامي، ما تحطي كلتيلك عكتافي. ماشي طيب خلص، فيك تثبت وبس، لا تشدي لي شعري. شبه ما بيهم الا مصلحتها وبس، بيجو احلف لك انه هي ناوية تدمرك. خلصنا. استني كنان، كنان. كنان ايه؟ بعدي شوي. بعد رجلك. كلكم حقرة. طبعا يا سيدي، ما بتلي تكون معكم بهاي اللوحة. كنا علقانين بالاسانسير، الله يلعن هيك بلازا ويلعن العيشة فيها ويلعن هيك اسانسيرات. شو هالعيشة هون بتقرف. استني لحظة. تحيه امي، شو عم تعملي؟ بعدي عنا. امي خلص كافي. امي اصحي لحالك. ولك انت اللي اصحي. اصحك تفكر يلي صار له معنى. لك رزان، انا ولا شي من اللي عشته معك اساسا حسيته له معنى. بلاكي بقدر وقف على رجلي ووقفك كل قوة، وهذا الشي اللي مجننك. يعني ما تحلمي بشي ابدا؟ حتى انت بالنسبة الي صرت ولا شي. لا تحلم بنوب. اخي مشان الله فهمني، انا مستحيل اسمح لك تفلس، عم تفهم؟ انا اخوك الكبير وانا اخوك الصغير، وما رح اسمح لك تساوي. وانا اصلا ما طلبت اذنك. لك بتعرف كل مرة بشوفكم فيها مع بعضكم، انت بتعرف الشي اللي عم يصير جواتي ولا لا؟ حاسس فيني؟ عفوا كينان ريك. مشان بيع سيارتي. يزن هو اللي عم يلعب معك. يزن، انا كنت بدي ساوي. شو خلص البنزين معك ودفشت السيارة؟ ما في اي شي بينك وبين يزن؟ هذا مو سؤال، هذا اسمه قلة حياة. لعما كنان استحي حاكيني بهالاسلوب، لانه ما شافك عم تلعبي سلة انت. خلص بقى، طلبت بيتزا ليك هون، تعال ناكل سوا.
فضلا وليس أمرا. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.